السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد معنا في القناه. اليوم غادي نقدم واحد الطارت ديال الفريز كيف ما كتشوفوا معايا في الصوره، ما حد فريز رخيص، نستغلوا الفرصه. بالنسبه هاد لاطارت يعني نفس بالنسبه للعجين، يعني نفس العجين اللي كنت قدمت معكم في لاطارت ديال الحامض. الا قلتوا ولا الا شفتوا الفيديو السابق اعتذر، الا شفتوا الفيديو السابق راه غتكون نفس يعني نفس البات ولا نفس العجينه اللي درنا. يعني الحاجه اللي مبدله هنا هي الكريمه الفريز، واكيد بقاو معايا باش تشوفوا المقادير والطريقه تاع التحضير. واكيد اللي عجبو الفيديو يخلي اشتراك ولايك ويفعل الجرس باش يبدا يوصلو كل جديد. هنا كيف ما كتشوفوا هاي العجين، يعني بعد ما عجنتها وحطيتها في الثلاجة واحد المدة، دابا غادي نسرحوها بالمدلك. بالنسبة للعجين كيف ما قلت لكم البنات، يعني انا اللي شاف الفيديو ديال طارت الحامض راه نفس الفيديو، يعني الطريقة المعتمدة. كاينين جوج طرق، كاينة الطريقة ديالي اللي كندير بالسكر كلاسي، وكاينة الطريقة المعتمدة عند الام ديالي اللي كديرها بمقادير بسيطة بسيطة بزاف، يعني غير بواحد جوج معالق ديال سنيدة، ماء جوج معالق ديال الماء، ودقيق الفورس. كتجي رائعة البنات، كتجي هائلة ورطبة وبنينة، وغادي تعجبكم بزاف بزاف، غتولي معتمدة عندكم. بالنسبه اللي ما شافش لا فيديو، انا غادي نخليه لي في لا ديسكريبسيون، نخليه لي في صندوق الوصف، يعني بالنسبه للناس اللي ما عرفوش نخلي لهم في صندوق الوصف وشوفوا لا فيديو. يعني راه نفس العجينه، الحاجه الوحيده اللي قلت لكم بدله هنايا هي اننا غادي نديرو كريمه تاع الفريز بدل كريمه الحامض، و هذا ما كان يعني صافي. غادي نخليها لكم راكم غتشوفوا، يعني راه نفس الطريقه. صافي البنات، كنسرحوها بالمدلك بالمساعده ديال شويه ديال الفرص، والليمون اكيد خاصو يكون حدانا، ما نحتاجوش ندهنو كما قلت لكم سابقا. يعني هي اصلا فيها الزبده، هي اصلا فيها الزبده، يعني ما غاديش تلصق، ما غاديش تلصق. كنسرحوها البنات ثاني عندكم، ديروها رقيقه بزاف، هي خاصتكم رقيقه ولكن ماشي بزاف ثاني، يعني تقدر تقب لكم اولا تقصح لكم، يعني على حساب الفران ديالكم. اما بهذه الطريقه اللي قلت لكم انا يعني مغرضه رقيقه، واخا يكون الفران كيف ما كان يعني غير نقص عليه شويه راه غاتجيكم رطبه وهشيشه، خصوصا فاش تنديروا فوقها الكريمه وكتوضع في الثلاجه، يعني بحال هذيك الكريمه كتاثر على العجين كتولي رطبه وزوينه. البنات هكذا صافي، كنهزوها بطريقه المدلك كيف ما قلت لكم، كنهزوها بطريقه المدلك، يعني افضل ما تهزها بايدك، يعني تقدر تقطع ليك ولا يعني على حسب اللي ما موالفش ولا المبتدئات. غنهزوها بالمدلك وكنوضعوها في المول مباشره هكذا. صافي كنسرحوها، كنحيدوا الجوانب. بالنسبه للجوانب تقدروا ديروا الموس، وكذلك تقدروا ديروا المدلك، يعني بالنسبه للناس اللي خايفين على المول ديالهم يقيسوه بالموس ويتكجط لهم هكذا. يعني كتلصقوها مزيان في المول حتى تاخذ هذاك الشكل ديال المول. انا كيعجبني بدا في لاطارت، كيعجبني هذا المون هذا بالضبط، هذا ديال البديع، هذا المدور، يعني ما كتحلاش ديال لاطارت في شي مون من غيره. حتى دوك الزويقات اللي فيه من الجناب، هذاك هذيك هي الزواقه الحقيقيه ديال لاطارت. صافي البنات، كنديروا المدلك حتى كنحيدوا هذوك الجوانب، واكيد كما كنقول لكم الجوانب ما كاينش لاش تلحوهم، تقدروا ديروهم في الثلاجه تعاودوا تصوبوا بهم دي طارت صغيورين. انا غادي نعاود نصوب بهم واحد لاطارت صغيوره لولدي، كما كتلاحظوا عندي جناب طالعين وجناب هابطين، غادي نشد الموس تيبان ليا وغادي نعاود غنعاود نصاوب باش يجي داكشي يعني مقاد في الطول، في الطول قد قد. بغيت غير نحيدو الجوانب كامله ونصاوبو الشكل ديال لاطارت. فهاد الاثناء البنات تكونوا ديجا شعلتوا الفران كيسخن، يعني باش فاش تدخلوها لي ما تاخذش حتى وقت طويل، يعني هي يسخن عليها الفران وعاد طيب، يكون الفران ديجا سخون نديروا ليه تحت وفوق 180 درجه حتى 190 درجه. البنات غادي نتقبوها دابا بالفرشيطه، نضعها في شويه ديال الدقيق ثم نتقبوها.
صافي البنات بعد ما كانت تقبوها مزيان يعني هي ما فيها الخمار اللون ولكن كانت تفادوا انها تطلع لينا اولا تنفخ لينا تنتقبوها مزيان بالفرشيطه وديك الساعات كندخلوها للفران. البنات هنا عندنا الفريز وعندنا السطرو ديال الحليب. بالنسبه للحليب البنات الا كنتو غاديروا نفس المقادير اللي درت راه غادي تشط لكم الكريمه. يعني انا كنبغي نشيطها كتعجبني ناكلها كتجي زوينه دي تاعت الفريز. يعني تقدروا ديروا السطرو قل الكاس بحال هكا يعني قل الكاس ونص صافي. كنديروا في مولينيكس عندي انا الفريز ديجا في المجمد هذا دير صافي. غادي نزيد شويه ديال الملون غير حيت الفريز مع الحليب ما كيعطيش داك اللون الاحمر كيعطي واحد اللون بحال غوز بحال غوز مغلوق صافي. وغادي نطحنوا كلشي هكذا. صافي البنات نكونوا يعني هو كيطيح لينا نكونوا موجدين حدانا مايزينا اولا نشا القمح اولا نشا الذره وسنيده. كيف ما كتشوفوا شتو اللون اللي عطاني ماشي بحال اللون اللي كان غيعطيني الفريز بوحدو وثاني اللي كاين اللي اختار يعني ماشي ضروري انك ديري الملون الغذائي. صافي كنوضعوه في واحد الكاسرونه كنزيدو عليه سنيده على حساب الذوق ديالك. ما عرفتش تقني جات المعلقه صافي كنديروا السنيده كنزيدوا النشا صافي البنات جوج معالق عامرين بالنشا يعني تاكدوا انهم يكونوا عامرين باش ما يجيكمش يعني محرحر تبداو تهزوا لاطاخت وطيح لكم الكريمه. صافي البنات كنخلطوا مزيان وكنتو فوق البطيح حتى يعقد مع التخليط هكذا. دابا يعني كنحركوا اولا يعني حيت ما حركتوش راه يقدر يجي حتى لديك السنيده كتلصق لها هي ولا النشا. البنات غادي نعقدوا فوق البوطه وغادي نرجع معكم. البنات هي لاطاخت ديالي بعد ما خرجتها من الفران كيف ما كتشوفوا ما خاصكمش تسناو واحد تحمر بزاف 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 حيت اصلا ما كيجيش فيها داك اللون احمر بزاف راه هذا هو اللون ديالها هكا كتجي. يعني المهم انها طابت صافي. غنحيدها من المون باش تكون باش يعني ما لا بغينا نحطوها في التقديم تحط ديريكت ما نحتاجوش نعاودو نهزوها وهي فيها الكريمه. صافي البنات هي الكريمه ديالتي بعد ما عقدات. نتفاداو كونوا على بال لا تخرج لكم من الجناب ديال لاطاخت بالنسبه للناس اللي ما داروهاش عاليه بزاف هكذا. البنات يعني قادوها بلا ولا قادوها بواحد سباتول يعني كتجي افضل وكتبقى يعني الطبقه كتبقى مزيانه هكذا. البنات صافي البنات دابا نقدروا نزوقها باي حاجه بغينا. يعني انا غنزوقها بشويه ديال الفريز البنات. هي راه دغيا كتوقف ودغيا يعني ما تحتاج تاني هاد الكريمه ولا حتى لاطاخت ما يحتاجوش وقت طويل في الثلاجه. يعني راه تقدروا تحطوها في المجمد غير واحد ربع ساعه وتقدم جاهزه وكتجي زوينه. البنات جربوها غتعجبكم بزاف بزاف مذاق رائع جدا. وما تنساوش البنات اللي جربها يخليها ليا في الكومونتير ونشوف كي جاتو وبصحتكم مسبقا. ها هي البنات لاطاخت ديالتنا كيف ما كتشوفوها جاهزه للاكل بصحتكم البنات وشكرا على المشاهده.